لقب التتويج هو من أهم الألقاب الملكية، كان بيختاره الملك بنفسه، وعادة بيكون اللقب مقترن باسم مقدس علشان يتبارك بيه. في عصر الرعامسة اشترك 11 ملك في اسم الميلاد، وبقى عندنا 11 ملك اسمهم رمسيس أو بالمصري القديم رعمسو. وعلشان نفرق بينهم هنبص على لقب التتويج زي ما موجود عندنا هنا. على اليمين هنلاقي خرطوش فوقيه علامة صا على شكل بطة، وعلامة رع على شكل شمس. صارع يعني ابن الشمس، وهو ده اسم الميلاد. جوه الخرطوش هنلاقي علامة على شكل قرص الشمس وبتتنطق رع، ومعناها المقدس رع. علامة ثلاث جلود مربوطة وبتتنطق مس، ووراها حرف السين على شكل المطوية، تأكيد على نطق السين في كلمة مس، وهنا مس معناها ينجب. علامة نبات السو، ووراها حرف الواو على شكل فرخ السمان، تأكيد على نطق الواو في سو، وهنا سو معناها ضمير غائب بمعنى هو، وتتنطق الكلمة رع مسو، ومعناها الذي أنجبه رع. لو عاوزين نعرف هو أنهي رمسيس من الملوك الحداشر هنبص على لقب التتويج. على الشمال هنلاقي خرطوش فوقيه علامة نبات السو، تتنطق نسوت، ومعناها وجه قبلي. علامة النحلة تتنطق بيتي، ومعناها الوجه البحري. نسوت بيتي معناها ملك الوجه القبلي والبحري. لقب التتويج هنا من بحتي رع، فحنعرف إن هو رمسيس الأول مؤسس الأسرة الـ19، واختار لقب التتويج لنفسه إنه يكون من بحتي رع، ومعناها فلتدم قوة رع. أما هنا لقب التتويج وسر ماعت رع، ستب إن رع، ومن لقب التتويج هنعرف إن هو رمسيس الثاني صاحب أشهر تماثيل ومعابد. ولقب التتويج اللي اختاره لنفسه وسر ماعت رع، ومعناها قوية عدالة رع، ستب إن رع المختار من رع.